بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتعرف على جملة فور. جملة فور تستخدم للتكرار أو لللوب، زيها زي وايل زي دو وايل. لاحظ الجملة الآن. طبعا في فور عندي ثلاثة أجزاء، هذا الجزء الأول اللي قبل الفاصلة واللي بين الفاصلتين واللي بعد الفاصلة الثانية. الجزء الأول يسمى initialization part أو initialization expression. initialization يعني تمهيد، فدائما مثلا تقول اي يساوي زيرو، تمهيد يعني انك تحط قيمه بالمساواه. الجزء الثاني يسمى condition expression او condition part. احنا نعرف في الوايل وفي الدو وايل كان في شرط، هذا الشرط اذا كان تروح هتستمر الحلقه. في الفور الشرط يوضع بين الفاصلتين، فمثلا اقول له اي اصغر من 10، هذا شرط، طالما انه اي اصغر من 10 استمر. هنا الجزء الاخير يسمونه increment or decrement expression. increment يعني زيادة، decrement يعني نقصان، فهنا دائما هم يحطوا حاجة للزيادة أو للنقصان. لاحظ الآن مثلا قلنا له ايكو اي، لاحظ خلينا نسوي ريفريش، شوف الآن من 0 إلى 9. طبعا خلينا نرجع، بإمكانك أيضا استخدام ايش؟ استخدام الأقواس، وبإمكانك أيضا استخدام الصيغة البديلة الـ alternative syntax اللي هو انك تحط نقطتين بدل الاقواس وتكتب في الاخير اللي هو end for وتحط الفاصلة منقوطة. خلينا نسوي ريفريش نجرب، لاحظ نفس النتيجة ما تغير شيء. هذه الجزئية الخاصة بفور، وهذا معنى فور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.